ونطير إلى المغرب مع واحد من نجوم منتخب المغرب في كأس العالم سنة 86، وأيضا واحد من اللعيبة اللي شاركوا مع منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت موجودة في مصر سنة 86، وحصل فيها منتخب المغرب على المركز الرابع في مباراة أكيد قوية كلنا فاكرينها، هي مصر والمغرب، واللي انتهت بفوز منتخب مصر 1-0 عن طريق الكابتن طاهر أبو زيد، هو نجم المنتخب المغربي الكابتن عبد المجيد المريسة. كابتن، برحب بحضرتك على قناة الأهلي. شكرا يا اخي عمر ربيع. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يبارك فيك يا اخي عمر ربيع. طبعا يعني في البدايه عايز اتكلم مع حضرتك عن ذكرياتك في بطوله 86، بطوله الامم الافريقيه ومباراه مصر وحصول المغرب على المركز الرابع، اكيد كانت ذكريات مهمه جدا. حتى في السنه دي منتخب المغرب كان موجود في بطوله كاس العالم، وبالتالي هي سنه استثنائيه للكابتن عبد المجيد المريث. نعم، لقد لعبنا في الإسكندرية وكانت هناك 8 فرق في جميع الدوري، ومررنا إلى نصف النهائي وانهزمنا مع الفريق المصري 1-0 هدف طاهر أبو زيد. مظبوط، كان نجم المقابلة. تمام. طيب هل حضرتك شايف ان يعني دايما البطوله الافريقيه لما بيتم تنظيمها في مصر، هل شايف ان البطوله بتخرج بشكل منظم بشكل يليق بالكره الافريقيه بما ان حضرتك لعبت قبل كده في مصر؟ وهل حضرتك شايف ان مصر 2019 البطوله الافريقيه هل تتوقع ليها النجاح ان شاء الله؟ ان شاء الله هذا يكون نجاح كبير، لانه انا لعبت في مصر وكان لي الشرف ان اكون في مصر، لان التنظيم كان جيد وقوي ومنظم بإحكام. هل حضرتك شايف فرص منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية؟ هل ممكن المغرب يكون من أحد المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة؟ وهل حضرتك ممكن ترشح أكتر من منتخب موجود زي السنغال، زي مصر، زي الجزائر، زي تونس، زي الكاميرون، زي نيجيريا؟ نعم، المغرب ستكون له كلمة كبيرة في هذا الدوري، في هذا النهائيات، لأنه يتوفر على لاعبين أكثر خبرة، أكثر مشاركة في المقابلات الأوروبية، واكتسبوا خبرة وعندهم مدرب كبير ويلعبوا دائما بيناتهم، لعبوا مقابلات كثيرة بيناتهم، وعادي يكونوا إن شاء الله المغرب من بين الفرق اللي عادي تنافس على هذا الكأس إن شاء الله. هل حضرتك متابع وليد أزارو مع النادي الأهلي ومع منتخب المغرب؟ واللاعب أزارو حقيقة من اللي ولا في الأهلي أصبح نجم، أما في المغرب كان الأخذ والرد عليه، ولكن من اللي مشى الأهلي يستاهل يلعب الآن في الفريق المغربي. تتوقع مين ممكن يفوز بدوري الابطال؟ هل تعتقد برشلونه ولا ليفربول ولا توتنهام ولا اياكس يا كابتن؟ وهي اظن ان هي نهايه، ربما قبل الاواني لكانت نصف النهائي برشلونه ليفربول، ولكن تنظن بانه برشلونه هي اللي غادي تفوز ان شاء الله بهذا الكاس. رأي حضرتك في لعيبه العرب الموجودين في الدوريات العالميه، بتكلم على محمد صلاح، بتكلم على رياض محرز، وايضا بتكلم على حكيم زياشي مع نادي اياكس، رأي حضرتك وتقييمك لمستوى اللعيبه العرب في الدوريات الاوروبيه والعالميه، رأيك فيهم ايه يا كابتن؟ ورأيي انه محمد صلاح يعد من احسن اللاعبين على مر التاريخ في هذه الدوريات هذو، لأنه يتوفر على تقنية كبيرة جدا جدا جدا، وأتمنى له أن يكون نجم العالم إن شاء الله. عايز أعرف من حضرتك كلمة أخيرة لجمهور الجيش الملكي المغربي بعد الأحداث اللي حصلت في مباراة نهضة البركان، تحب تقول لهم يا كابتن؟ يا أخي، جمهور الجيش المغربي في الثمانينات كنا نلعب كان من أحسن الجمهور، كان يتمتع بالليونة وأصبح الآن عنيف. أتمنى له أن يرجع إلى الثمانينات وينظر مقابلة الثمانينات ويستفيد من الجمهور الذي كان يتفرج على اللاعبين الكبار كيف كان يدخلون مع أهلهم وأولادهم ويتفرجون بالليونة.
كابتن عبد المجيد بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في قناه الاهلي. كابتن عبد المجيد المريث نجم منتخب المغرب المشارك في كاس العالم 86 وايضا المشارك في افريقيا واللي كانت موجوده في